استاذ محمد السيد صالح، رئيس تحرير جريده المصري اليوم. استاذ محمد، برحب بحضرتك. اهلا وسهلا فندم. اهلا بحضرتك استاذ محمد. بعد انتهاء الجلسه الاولى، عايز اعرف اخر التفاصيل هناك والاجواء والانطباع كمان ايضا من قبل المشاركين. والله اجواء ايجابيه للغايه، مؤتمر مشارك فيه نادي الشباب، هو الثالث الدوري بعد مؤتمر العام في شرم الشيخ. اعتقد هناك تطور نوعي مهم، قضايا اكثر عمقا، تجاوب من المسؤولين، كل الساده المسؤولين، الساده الوزراء ورئيس الوزراء على راسهم، قدموا ما يشبه برنامج الحكومه الكامل ومناقشه مهمه. رئيس الوزراء كان صريح وجريء في عرض التحديات والمشاكل والازمات الاقتصاديه الموجوده، ولكن قدم نوع من المباشره والصراحه فيما يتعلق بالمعالجات. كان في جزء مهم على برنامج الحكومه الاجتماعي تواجد في الجلسه الاولى وخلال الجلسات المسائيه وغدا ايضا. هناك نوع من الصراحه في الحديث عن الازمات التي يعيشها المواطن المصري. تمام. وفي نفس الوقت هناك قوه وتوظيف، يعني هناك تتكلم عن ملاحظاتنا، هناك عمق اكثر من الشباب ودراسه على ما يشبه تشكيل امانه دائمه لمؤتمرات الشباب تتشكل لاحظتها الان في الاجتماع ده. تمام، خلينا نتكلم عن الجلسه القادمه، وخاصه كمان الجلسه الاخيره دي انا هفتح فيها برضو بعض الاسئله مع حضرتك، ولكن اتكلمنا عن الجلسه القادمه هيكون فيها ايه بالظبط؟ والله الكل متطلع الى الجلسه اسال، وهذا هي اعتقد هي بتكون الاكثر فاعليه. اذا كنا في شرم الشيخ كان المؤتمر الاعلام والصراحه اللي كانت فيها بين اكثر من عالم في رؤم متباينه عن الاعلام وواقعه، واسوان كانت هذه الصراحه بين متحدثين مواطن اسوان. اعتقد نجم الشباك النهارده في المؤتمر الاسماعيليه سيكون هذا التقليد الجديد في اسال الرئيس. اعلم ان هناك اسئله صريحه جدا ومباشره جدا وواقعيه جدا، واعلم ان الرئيس ايضا جهز نفسه كويس، الاستشارين بتوعه ومساعدين جاهزين بملفات صريحه. اعتقد اتمنى ان يكون هناك واقعيه واهتمام بها اكثر. اتمنى ان تكون هناك حلول سياسيه ومعالجه سياسيه وصفقه هذه. اتمنى ان يخرج المؤتمر شرم الشيخ معالجات مهمه للقضايا ليست فقط الاقتصاديه ولكن السياسيه، حريات. استاذ محمد معلش النقطه الاخيره بس عشان الصوت ما كانش واضح، عايزين نسمع بس النقطه الاخيره مره ثانيه. تفضل. اتمنى ان يكون برنامج اسال الرئيس وهذه الفقره، انا اعتقد وازعم انها ستكون نجم الشباك في مؤتمر الاسماعيليه، اتمنى ان تستمر، اتمنى لها النجاح. اتمنى ايضا ان يكون هناك تفاعل اكثر بين الراي العام وبين مؤتمر الاسماعيليه. اعرف ان كثير من المسؤولين بيذاكروا كويس قوي ابتداء من رئيس الوزراء، واللي شفته النهارده شفت اكثر من وزير كان مجهز نفسه كويس جدا، وحاسين هم امام امتحان مباشر امام ليس السيد الرئيس فقط ولكن امام شباب مصر. اتمنى ان تخرج ان يخرج مؤتمر الاسماعيليه بقرارات سياسيه مهمه، اضافه الى علاج ونصائح من الشباب وللشباب فيما يتعلق بمعالجات الازمات الاقتصاديه وخاصه الازمات التي يعيشها المواطن البسيط. تمام، عايز اعرف ردود الافعال خاصه بعد جلسه امس اللي كانت موجوده ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين وايضا من الشباب المشارك، وده هيتم كمان النهارده في جلسه اسال الرئيس. عايز اعرف كمان هل هيكون في ورش عمل زي ما كان في موجود قبل كده في شرم الشيخ، ويكون في لقاء مباشر ما بين الوزراء وما بين الشباب المتخصصين في المجالات بتاعه الوزاره؟ والله لا، هي البرنامج المعلن يعني الزملاء قدموها، ما فيش ورش مكثفه، الورش المكثفه بتبقى في المنطقه العامه، ولكن اللقاء بتاع امبارح كان ايجابي جدا، ال 150 شاب كان الجلسه ايجابيه للغايه والحديث مباشره، كان هناك اكثر من ملاحظه يعني تحطها بشكل مباشر، اين مثلا في الفيلم او في التأمينات، او لاحظناها كاعلاميين كانوا حاضرين كمان فينا موجوده في، وكان في نوع من العتاب. اعتقد في الجلسه المسائيه والحديث المباشر بين احد
المتواجدات، وكانت كلامها صريح جدا ومباشر على معاناه اهالي سينا وضروره ازاي يوضح للراي العام بيعانوا ايه من الارهاب، وان هم اللي في راس الحرب لمصر كلها في هذه المنطقه. اعتقد كانت رساله ايجابيه، وانا اعتقد او اعلم ان في بقيه اليوم وغدا سيكون هناك اهتمام اكثر بما يتعلق ب اهالي سيناء، ليس فقط محافظات القناه السلامه. لو انت شفت المنظر هنا، تواجد اهالي او شيوخ سيناء حاجه تفرح، متواجدين هنا، تحدثنا معهم امس واليوم، الامور ايجابيه للغايه. تواجدهم في هذه النقطه في 25 في ذكرى 25 ابريل عمليه مهمه، واعتقد الحديث عن الناس دي بتعاني وما زالت تعاني، والحديث عن وطنياتهم، والحديث ان الناس دي فرح فرحهم فرح عودة سينا، فرح عودة العريش. اعتقد ان احنا ده رساله مهمه علينا ان نبرزها، واذا كان هناك سلبيه في بالامس علينا ان نعالجها اليوم وبقيه الايام التاليه. تمام. البعض عرض المشاكل اللي بيعانوا منها اهالي سينا خاصه بقى العريش والشيخ زويد من قطع كهرباء وما الى ذلك، وايضا كمان المواد الغذائيه. ايه الحلول اللي وضعتها الدوله وهتتعامل معاها بالفعل واقعيا على ارض الواقع خلال الفتره القادمه؟ والله هي الازمه الرئيسيه يعني الخدمات في سينا وخاصه في الشمال عمليه بارزه على، ولكن الازمه الرئيسيه في مواجهه الارهاب. مش عايزين نحمل الامور اكثر مما تحتمل، ولكن تعيشها مصر كلها، تعيشها شمال سيناء، والمعالجات اذا نجحت مصر ان شاء الله ستنجح في مواجهه حاسمه وشامله للارهاب، فان امور التنميه ستتضبط. الحديث النهارده في الجلسه النهارده عن محاور التنميه، الحديث لو عايز اقول لك معظم او 70 الى 80% من المتواجدين متواجدين في احد المنتجعات او احد الفنادق الموجوده في عمق يعني شرق القناه الجديده، اي في داخل سيناء. ودي رساله للكل، ان هي المؤتمر بس مش لمدن القناه الثلاثه ولكن للعريش. تواجد نجاحات الجيش في جبل الحلاوه في العمق، نعم لسه في عمليات ارهابيه هنا وهناك، ولكن الحديث الواقعي والصحيح عن التنميه في سيناء وشمال سيناء بالتحديد، عنوانها الرئيسي هو النجاح في القضاء على الارهاب، والاهم ان اهالي سيناء يعرفون ذلك جيد. اخر سؤال، تعامل الاعلام خلال الفترة القادمة مع اهالي سيناء، خاصة انه كان في وضع اتهام من قبل بعض الاهالي امس في لقاء الرئيس، فشايفه ازاي؟ والله بص، الاعلام المصري عندنا بينظر اليه خطأ على انه وحدة واحدة، وهذا خطأ ليس له وجود لهذه النظرة الشموليه في العالم كله. انت تحدث، اذا حدثتك انا حدثتك على القناه على الحياه، وحدثتك على بي بي سي على، هناك فروق، فما بالك بقنوات او صحف لا تتمتع بموضوعيه، وهذه يحسب. واعتقد ان الحديث المتواتر امس كان عن اشخاص، وكان في مواجهه الرئيس نفسه، والرئيس تحدث بصراحه عن افراد او بعض المعالجات الغير موضوعيه. لا ادعي اننا في مصر اليوم وكثير من الجرائد موضوعيين، ونعرف من الارهابي ومن الوطني ومن الذي يضحي ومن المغلوب على امره في العمليه كلها. وبالتالي الاعلام ليس متهما رئيسيا في المعالجه في مجلس سيناء، ولكن هناك بعض الخطايا تمارس هنا وهناك، ويحمل الاعلام بشكل عام او ذره. العمليه نحن ادعي اننا معظم الاعلام المصري او البلديه العظمى تعالج اوضاع سيناء بحياديه وفي الحد الادنى من الامكانيات المتاحه في ظل التعقيدات اللي موجوده على الارض، ولكن اتمنى ان يكون هناك تغطيه ويكون هناك معالجات انسانيه للضحايا في الفتره القادمه. تمام. المنشط في المصري اليوم بكره يا استاذ محمد؟ اكيد هيبقى عن المؤتمر يعني، بس اتمنى الشغل بتاعنا دلوقتي اللي هو الجزء الشباب، معالجات الشباب، اعتقد ان هو كمان هيكون لم يتشكل حتى الان، ولكن تمام. عن المكرمين، عن الجوانب الانسانيه المكرمين. شكرا. عن شكرا ليك استاذ محمد سيد صالح، رئيس تحرير جريده المصري اليوم. شكرا ليك يا استاذ محمد.